مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الطويلة. اليوم احنا في الليلة 16 ديال شهر رمضان الكريم، كنتواجدو دابا في الشارع في فلاكو ديال عين دياب بالقرب من سين ديباد. يعني حاولوا تشوفوا الأجواء كيفاش دايرين بالأحياء وبشوارع مدينة الدار البيضاء. فاطمة أمي كنا أحسن جو هو هذا، أكيد هو هذا الجو الزوين. الأجواء في عين دياب، نحاول نوريكم مناطق آخرين حتى هما الجو كيداير فيهم. شوفوا الناس واش ملتزمين ولا ما ملتزمينش، واش داخلين ديورهم ما داخلينش. دابا كنتواجدو في النزاهة، كنتمنى ربي معاكم، الله يحفظك ويحفظ ويكبر بيك. شكرا. شيماء طنجاوية، وعليكم السلام أختي. الجو هنا في كازا بارد، كيكون بالليل كيكون واحد البرد قاصح. يوميا الليل مور وحدة الليل جوج كيكون واحد البرد قاصح. عزيز كيقولنا فين هنا، حنا كنتواجدو حدا سينما ميغاراما في مدينة الدار البيضاء. مروان رايك كيقولنا معاك مروان من تونات، تحية خاصة شوف تيفي بزاف على كاع العمل اللي كتقدمو فيه، الله يكبر بيك اخويا، هذا واجب. احنا حاليا كنتواجدو حدا اونفا بليس، مسجد الحسن الثاني.
مصطفى جابر، الله يحفظك اخويا، هذا واجب. خصنا نوصلو الصوت ديال الناس اللي كتعاني، نوصلو الصوت ديالهم الناس المسؤولين، وحتى الناس المحسنين اللي في استطاعتهم باش يقدموا يد المساعدة لهذوك الفئات اللي ما عندهمش. السلام خويا، واش كنطلبو المطعم؟ انا خاصني نسافر غدا. اكيد اخويا كتطلبو ديك الرخصة الاستثنائية ديال التنقل، كتطلبوه يعني الا بغيتي تسافر وكفك شي براز ما بقاش عندك ديك الرخصة الاستثنائية، غادي يرجعك اولا غادي تخلص 300 درهم. يعني ديك الورقة كتمشي للمقاطعة كتطلبها ليهم، يعني خص يكون عندك شي سبب مقنع باش يعطيوك ديك الورقة، وفين ما مشيتي ديك الساعة راه غادي تجوز. من الأحسن تمشي تاخد ديك الورقة باش ميوقفك حتى واحد، تمشي قانوني باش ما توقعش في المشاكل. تحية لرجال الأمن اللي واقفين وصارين حدا سلم وأمان البلاد، تحية ليهم اللي واقفين واخا الجو بارد واقفين مع ذلك ممشاوش، تحية ليهم. هذا هو النفق الجديد، يلاه حلوه، نوريكم الجو فيه الليل كيفاش كيبان بالليل هذا النفق. خويا بغيت النمرة نتاعكم، تقدر خويا تقيد النمرة ديالي وتواصل معايا في الواتساب ولا عندك شي مشكل؟ قيد النمرة ديالي خويا، 07 06 يا ربي 06 08 82 72 93. قيدها على بغيتي 06 08 82 72 93. ابراهيم كيقول لي واش اي مدينه، اي مدينه اخويا بغيتي تمشي ليها غيخصك ديك الرخصه الاستثنائيه، خاص غادي يوقفك شي براج غيقول لك فين هي الورقه، ما عندكش الورقه غادي يقول غادي يرجعك اولا غادي يقيد لك مخالفه تخلص فيها 300 درهم. سعيد متفق معاك اخويا، راه كاين بنادم اللي كيمشي وما كيشدوش، هذاك عنده الزهر ولا ما شنو عنده، يعني كاين اللي كيمشي وما كيشدوش وكاين اللي كيمشي وكيحصل. انت راه عطاتك النمرة ديالي اخويا، عطاتك النمرة ديالي، قيدها عندك وتواصل معايا في الواتساب.
نعاود نذكرك بها 06 08 82 72 93. احسان مجد كتبنا السلام وعليكم السلام. ٩٠ أخويا سيمو ٠٦ ٠٨ ٨٢ ٨٢ ٩٣. مهدي كيقولنا السلام وعليكم السلام أخويا. مرحبا أخويا مرحبا. اسماعيل العلالي كيقول لي شي تحية لولاد تايما اخويا. تحية لخويا اسماعيل وتحية للناس ديال تايما. تحية لكم من هاد المنبر هذا ديال شوف تي في ومن النفق الجديد ديال مدينة الدار البيضاء. اي مدينة كتجيو ليها خويا؟ اكيد خويا كاينين عندنا مراسلين في المدن كاملين ديال المغرب. تواصل معايا عندك شي مشكل اولا شي حاجه نعطيهم الرقم ديالك. الا كنتي في كازا نجي عندك. الا كنتي في شي مدينه اخرى نعطي الرقم ديالك للمراسل اللي جاي عندك. سعيد خويا 93 في الاخر ماشي 73 93. نعاود نذكرك اخويا بالنمره 06 08 82 72 93. مصطفى تحية سكان سيدي الحال تحية اليوم من هذا المنبر هذا. اخويا كنتواجدو في دابا في شارع الزرقطوني بالقرب من العوينة الحارة. مبقاش اخويا الرواج مبقاش الرواج في عين دياب. عين دياب خاوي مبقاش الرواج. محمدية ماشي بحال كازا هي مزيراش بزاف. واخا عياو ما يزيرو اخويا واخا عياو ما يزيرو راه الناس كتخرج راه لا حول ولا قوة الا بالله. الناس كتعيا بالدار راه واخا يعيو ما يزيرو.
تشوفوا الاشغال في شارع الزرقاني كيسبقوا هذا الباساج بيتون، كيسبقوا هذا الشيء الابيض يشوفوا معنا الناس خدامين دابا بالليل كيسبقوا كيطوروا الاعمال هادي. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. نفس عارف فين غيخرجوا الناس لو كلشي مغلوق. كاين اللي كيبغي يخرج غير يشم الهواء، غير يريح في شي جرده، غير يتنفس، غير يخرج من الجو ديال الدار، غير يتمشى، غير يمشي يدير شويه سبور. يعني ماشي بالضروره انك تخرج باش تمشي شي ريستور، تمشي شي كافي، تمشي شي بلاصه. كاين اللي بغى يخرج غير يريح في شي زرده غير باش يتنفس. اجواء زوينه تما كلهم كومونتير من اميمه الزندار. حسن كيقول الله يدير شي تعب ديال الخير قدامينا خويا، حسناك مميز علاش ياس. مصطفى التحية ليك انت خويا على التتبع ديال هاد البث المباشر. حسن كيقول لي طلع السباشة، كنا قبيلة خويا في السباشة وكنا دايرين واحد البث مباشر من منطقة السباشة ولا رشيد ودوك المناطق المجاورة ليها، كنا دايرين واحد البث مباشر تما. دابا غلطنا المناطق اللي تحت ما فيها عين دياب، المعارف، حي حسني، الولفة. باش تشوفوا تانا الأجواء كيفاش دايرة. كتقولنا واش كل ليلة كديرو دورة في شي مدينة؟ كل ليلة كنديرو جولة في منطقة من المناطق ديال مدينة الدارويض. يعني عندنا الناس اللي المراسلين ديالنا حتى هما كيديرو جولات في المدن اللي فيهم، يعني كنحاولو نشوفو الأحياء كيفاش دايرين، واش عامرين خاوين.
حسان مجد كتقولنا مع عمركم طلعتوا جوهره اللي حدا البيضه. طلعنا اختي ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه، العديد من المرات طلعنا البيضه للجوهره. عبدو وعليكم السلام خويا عبدو. دابا غادي نمشيو لشارع بنو سينا. نعم دابا غادي ندورو مع شارع بنو سينا. رضا النوري فتات المتواضعة أكادير. لا اختي حنا في مدينة الدار البيضاء. إذا طلعتوا السحور على حسابي الله يحبك أخويا رضا، الله يكبر بك، شكرا. هو شارع ابن سينا اللي كيكون في الصباح عامر، هو تيدوز منو خصك شي طيارة ولا شي باش تدوز منو، كيكون عامر بزاف. نحاولو نشدو الاتجاه لشارع افغانستان، نشوفو حتى هو الاجواء كيفاش دايرة فيه.
ماشي بالضرورة اخويا، راه كاينين البلايص الشعبيين والناس داخل يديروها. ماشي بالضرورة تكون في بلاصة ديال الناس اللي لاباس عليهم، ولا الناس اللي ما عندهمش. كنا بحال بحال شارع أفغانستان عند مارشد الحي الحسني. بركة في الحي الحسني ديال بركة قرب من سيد الخادر، كتشوفو كلشي ملتزم، كلشي داخل دارو، مكاينش بنادم خارج. مشاهدين القناة، شوف دابا غادي نقول لكم اللايف ديالنا غادي يوصل على النهاية ديالو. كنشكركم على حسن المتابعة، وتلاقاو غدا إن شاء الله في بث مباشر آخر. تصبحوا على خير والله يتقبل.